السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه كوري شي ميكر. في فيديو النهارده هننفذ شنطه بالمكرميه بطريقه سهله وبسيطه. ده الشكل اللي احنا هننفذه مع بعض. الشنطه بسيطه في شغلها ومش هتاخد معاكي وقت خالص، هو حوالي 3 ساعات وتكوني مخلصه الشنطه. ولو مبتدئه هتقدري برضو تنفذيها معايا بسهوله. هستنى رايكم في الشنطه، ولو حابين برضو فيديوهات من نفس النوع اكتبولي في التعليقات. هستخدم خيط كوردون او سلسلة قطن 2 ملي، تقدري تستخدمي برضو 2 ملي او 3 ملي. الخامات اللي انا استخدمتها في الفيديو هتلاقوها موجودة في جروب كوريشيستا، هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. لو اول مرة بتشوفيني بتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. هسيبكم على الشرح. هبدأ. الخامات اللي انا هحتاجها هما 4 حلقات سهلة الفتح واتنين جنش ومقص، وهحتاج خيط سلسلة قطن ده 2 ملي، او هحتاج كردون 2 ملي او 3 ملي. انا هشتغل ب2 ملي وبطانة مشد. تمام، الخامات دي كلها هتلاقوها في جروب كوريشيستا، حتى البطانة عندهم. هنشوف شكل البطانة في نهاية الفيديو، هنركب لها المشد ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. وهحتاج طبعا مزورة عشان اقيس بيها طول الخيوط اللي انا هحتاجها. اول حاجة انا هقص الخيوط بتاعتي طولها 3 متر على المفرد، يعني طول قطعة الخيط الواحدة 3 متر. هقص 8 قطع خيوط كلهم بنفس الطول اللي انا قلت عليه اللي هو 3 متر، وهبدأ ان انا ادخل 8 خيوط كلهم هنا كده في الاول حلقة عندي بالشكل ده، ونصصهم بحيث ان يبقى الطول بعد المكوز هيكون 150 سنتي. يعني اما نزل كده الخيوط ويبقوا 2، هيبقى كل خيط طوله 150 سنتي. تمام كده انا نصصت الخيوط بتاعتي. قبل ما اشتغل بقى همسك الخيوط بتاعتي هنا كده، هلف عليها قطعة خيط عشان تبقى ماسكة بعضها. تمام، عشان اعرف اشتغل وما تبقاش كده سايبه بالطريقه دي. هجيب قطعه خيط تانية طولها 30 سنتي، هاتني كده جزء منها بالشكل ده وهثبته هنا كده على الخيط. همسك كده كل الخيوط بتاعتي اظبط بس شكلها. وهاتني كده جزء حوالي 5 سنتي او 6 سنتي، وهبدأ ان انا الف الخيط التاني. يعني انا تنيت اهو ده الطرف بقى الطويل، هبدأ ان انا الفه كده على الخيوط بتاعتي. اول لفة، تاني لفة، تلاتة، اربعة، خمسة، 6 لفات، وفي السبعة دي اللفة السبعة هاجي هنا كده في الجزء اللي هو المتني ده، هدخل الطرف بتاعي فيه بالشكل ده. تمام، واشده كويس. بعد كده هسحب الطرف التاني بتاعي لفوق، واما احس ان هي دخلت خلاص هنا كده في النص هقص بقى الخيوط الزيادة. بعد ما قصيت كده الخيوطين الزيادة هلف بقى الحلقة بتاعتي، هخلي الخيوط في الظهر وده هخليه في الوش. تمام، وعملت في حلقة تانية نفس اللي انا عملته في الحلقة دي، عقدت برضو 8 خيوط طولهم 3 متر على المفرد، وعلى المجوز طولهم 150 سنتي. هبدأ بقى ان انا اشتغل. هاخد كده اول 4 خيوط، هعد كده اول 4 خيوط. اول 4 خيوط عندي هما اول عقدة مربعة في الشنطة. الشنطة كلها عبارة عن عقدة مربعة وعقدة نص مزدوجة، فانا هبدأ اشتغل كده اول عقدة مربعة. طبعا هسيب طول حوالي 6 او 7 سنتي، انتي حرة في الطول اللي انتي عايزة تسيبيه. تمام، انا هسيب طول بالشكل ده كده. كده عملت اول عقدة مربعة، هشتغل تاني عقدة مربعة بالاتجاه التاني. يعني احنا اول عقدة عملناها من ناحية الشمال، تاني عقدة هشتغلها من ناحية اليمين بالطريقة دي. كده اشتغلت اول عقدة. انا ال8 خيوط عندي هيعملوا لي 4 عقد، طبعا هما كانوا 8 على المفرد، لما جوزناهم بقوا 16 قطعة خيط. تمام، فهاخد تاني 4 خيوط بالشكل ده، واشتغل برضو عقدة مربعة. اول عقدة من ناحية الشمال، واحد،
تاني عقدة من ناحية اليمين، اتنين، تمام. هطول دي شوية، هكمل كده تالت عقدة عندي برضه، هاخد الأربع خيوط اللي عليهم الدور وهشتغل عقدة مربعة من ناحية الشمال، واحد، تاني عقدة من ناحية اليمين، اتنين، آخر أربع خيوط عندي وهشتغل بيهم آخر عقدة مربعة في أول جزء عندي من الشنطة. الشنطة جزئين دلوقتي، بس الخطوة اللي بعد كده هتبقى جزء واحد، تمام. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. هاخد بقى الخيوط التانية عندي وهشتغل برضو بأول أربع خيوط عندي كده، أول عقدة مربعة في السطر، تمام. وهحاول إن أنا أسيب نفس الأطوال بتاعتي، لو هتتلخبطي بالنظر قيسي بالمزورة الطول هنا عشان تظبطيه على نفس الاتجاه ده، تمام. واحد، اتنين، تاني أربع خيوط عندي، واحد، اتنين، هاخد تالت أربع خيوط عندي وهشتغل تالت عقدة مربعة في السطر، واحد، اتنين، طبعا لما احس ان في عقدة عندي طولها اقل من التانية هفكها واظبطها عادي، تمام. اخر عقدة عندي في السطر، هاخد اخر اربع خيوط عندي واشتغل بيهم اخر عقدة في السطر، واحد، اتنين. الخطوة بقى اللي بعد كده محتاجة ان انا امسك القطعة دي في بعض قبل ما اجيب الظهر، تمام. فعشان امسك القطعة دي في بعض كده هسيب اول خيطين هنا عندي وهسيب اخر خيطين برضو هنا، تمام. وهاخد كده اول اربع خيوط عندي واشتغل بيهم اول عقدة مربعة في السطر التاني، وبرضو هسيب اطوال، تمام. كده اول عقدة بنفس الطريقة بشتغل عقدتين، عقدة من ناحية الشمال وعقدة من ناحية اليمين، اتنين. هاخد تاني اربع خيوط عندي، دايما الاربع خيوط بتوع السطر ده بيكونوا طرفين من كل عقدة في السطر اللي فات، تمام. هشتغل تاني عقدة عندي في السطر وهحاول ان انا اظبط برضو طولها على العقدة اللي قبليها بالظبط بالشكل ده، كده حوالي 3 أو 4 سنتي، تمام. واحد، اتنين، تالت عقدة مربعة في السطر، واحد، اتنين. الطرفين دول هما اللي هيمسكولي الجزء ده، هاخده كده مع اول طرفين عندي اللي هما بتوع اول عقدة هنا، تمام. وهمسك كده الخيوط بتاعتي الأربعة وأقفل برضو الجزئين بعقدة مربعة، عقدة من ناحية الشمال وعقدة من ناحية اليمين، وأسيب الطول ده كده، تمام. واحد، اتنين. هكمل بقى كل طرفين مع الطرفين اللي بعديهم عقدة مربعة وأساوي الطول على الجزء ده، تمام. واحد، اتنين. العقدة اللي عليها الدور، واحد، اتنين. اخر عقدة في السطر، طبعا انا لسه مخلصتش السطر ده، السطر ده هيمسك الجزء بتاع الظهر، يعني الخيطين دول هيمسكوا الخيطين اللي فاضلين في الجزء بتاع الظهر،
نفس اللي انا اشتغلته في الوش ده كده، الوش بتاعي نفس اللي انا عملته هنا هشتغله في الظهر بالظبط. يعني هعقد برضو في كل حلقة 8 خيوط، انا عملتها لوحدي عشان الوقت ما يطولش بتاع الفيديو. تمام، فانا عملت الظهر بنفس الطريقة اللي انا اشتغلتها معاكم هنا. هجيب الظهر بقى، هشيل كده الوش، انا ممكن اخلي ده الظهر والتاني الوش، مفيش اي مشكلة، بس وانا بحطه هخلي بالي من حوار ان انا قلبت في البداية خالص عشان اخلي العقد بتاعتي جوه اللي هي الزيادة بتاعت الخيوط. تمام، فهخلي ده كده الظهر، وهحط الجزء التاني هخليه هو الوش عندي. تمام بالشكل ده. انا طبعا اشتغلت اللي انا اشتغلته معاكم في الجزء الاولاني في الجزء التاني من الشنطة، فده كده السطر التاني انا اشتغلته برضو. هاجي بقى هنا في الطرفين اللي احنا كنا سايبينهم في اول السطر مع الطرفين اللي جنبهم هنا بالشكل ده كده، واشتغل بيهم عقدة مربعة عشان تبقى هي بتاعت السطر التاني، وهي اللي هتمسك لي الشنطة الظهر في الوش. واشتغل اول عقدة، 1 2، واللي انا عملته هنا هعمله برضو الناحية التانية. هاجي كده هاخد الطرفين اللي انا سبتهم من كل جنب واشتغل بيهم عقدتين، واحدة شمال وواحدة يمين، 1 2 كده خلصت اول جزء. وهبدأ بقى ان انا اشتغل الجزء بتاع العقدة النص مزدوجة والعقدة المربعة، نشوف هنشتغله ازاي مع بعض. هبدأ هشتغل هنا من العقدة اللي في النص. عادي ان انت تبدأي من اي عقدة، بس عشان يكون الشغل واضح انا هبدأ معاكم من العقدة اللي في النص هنا. هاخد كده اول خيطين فيها، طبعا كل عقدة بشتغلها مع العقدة اللي جنبها كأني بشتغل عادي عقدة مربعة، بس انا هشتغل الاول بكل خيطين مع بعض. هشتغل عقدة نص مزدوجة، همسك كده اول خيط من ناحية الشمال واعمل بيه فور على الخيط اللي من ناحية اليمين، والطرف بتاع نفس العقدة اللي انا عملت بتاع الخيط اللي انا عملت بيه فور هسحبه كده من قلب الفور، واسحب العقدة بتاعتي لفوق بالشكل ده. العقدة التانية هتكون بالخيط التاني اللي كان ثابت معايا، هعمل برضو بيه فور واسحب الطرف بتاع الفور من قلب الفور بالشكل ده، واسحب العقدة بتاعتي لفوق بالطريقة دي. كده عملت 1 2، دي رقم 3، كل مرة انا بعكس اتجاه الخيط. تمام، 4 5 6 7، انا هشتغل بكل خيط هما 7 نص مزدوجة بس. تمام، هاخد بقى الطرفين التانيين بتوعي وهشتغل برضو باول طرف فور، واخد الخيط بتاع الفور واسحبه من تحت الخيط اللي ثابت معايا لفوق بالشكل ده. تاني خيط هعكس، هيبقى هو الخيط اللي كان ثابت معايا، واعد 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت بقى عملت هنا 7 وهنا 7، بمسك ال4 خيوط كده ببعض وبشتغل 4 عقد مربعين، كل عقدة من اتجاه مخالف. اول عقدة هنا هشتغلها من ناحية الشمال، 1، تاني عقدة من ناحية اليمين، 2 3 4. تمام كده خلصت اول وحدة عندي. طبعا عدد الوحدات هيكون على حسب عدد الخيوط بتاعتك انت، لو الخيط سمكه اكبر من الخيط بتاعي فهتعملي 3 عقد بس في البداية، يعني بدل ما انا عقدت 8 انت هتعقدي 6 خيوط. تمام، هكمل هاخد كده الخيطين دول مع الخيطين اللي بعديهم، وهكرر نفس اللي انا عملته، هعد 1 2 3 4 5 6 7، الخيطين التانيين، 1 2 3 4 5 6.
همسك بقى الاربع خيوط وهشتغل 4 عقدة مربعة، كل عقدة من اتجاه مختلف، اول عقدة من ناحية الشمال، تاني عقدة يمين، تلاتة، اربعة، وهفضل اكرر بنفس الطريقة. هاخد من كل عقدة مربعة خيطين مع العقدة اللي بعديها على طول، واشتغل نفس السبعات دي. تمام، يعني عندي كده ال4 خيوط اللي عليهم الدور، 1 2. طبعا اول عقدة ما تسحبهاش قوي، عشان لو سحبتيها قوي الخيط بتاع العقدة المربعة اللي احنا شغالين عليها هينزل معاكي، وهتلاقي العقدة بتبقى شكلها مش حلو. فانتي في العقدة النص المزوجة الاولانية ما تسحبهاش قوي. 4 5 6 7. الخيطين اللي عليهم الدور نفس العدد، 1 2 3 4 5 6 7. همسك ال4 خيوط واشتغل 4 عقد مربعين. تمام، واكرر بقى لغاية ما اخلص كل خيطين من كل عقدة مع العقدة اللي بعدها، وارجع لكم عشان نشوف الخطوة اللي عليها الدور. اصلا كده شرح الباترون بتاع الشنطة هو في الخطوتين دول. الشغل هيكون تكرار للعقدة النص مزدوجة اللي احنا اشتغلناها مع العقدة المربعة دي. تمام، فاحنا هنفضل بقى شغالين على الشنطة داير ما يدور لغاية ما نخلص الوحدة الاولانية، وارجع لكم عشان نشوف الخطوة اللي عليها الدور. خلصت كده اول وحدة وهبدأ اشتغل تاني وحدة عندي. هاخد برضو كده من عقدة مربعة، انا هعتبر برضو ان السطر ده عقد مربعة، فهاخد من كل وحدة خيطين وهشتغل بيهم. هاخد اول خيطين واشتغل برضو 6 نص مزدوجة 7 عقد نص مزدوجة، 1 2 3 4 5 6 7. والخيطين التانيين برضو هكرر نفس اللي انا عملته، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده همسك ال4 خيوط على بعض واشتغل عقدة مربعة، الخيطين اللي في النص ثابتين، وبشتغل بالخيطين اللي على الأطراف، 1 كل عقدة مربعة من اتجاه غير التاني، 2 3 4. تمام، هاخد كده الخيطين دول مع الخيطين اللي بعديهم، واشتغل برضو بكل خيطين 7 نص مزدوجة، وبعد كده بشتغل بال4 خيوط. والشنطة عندي كلها تبقى تكرار. هشتغل بقى الوحدة دي لغاية الطول اللي انتي محتاجاه للشنطة. تمام، بس طبعا انا في حاجة نسيت اقولها لكم في البداية، انتي طول الخيط اللي احنا قصيناه في البداية ده متوقف على طول الشنطة اللي انتي عايزاه. يعني انا ضربة خيط على عاملة حساب لطول الشنطة عندي 27-30 سنتي، فعشان كده احتجت لها 3 متر من الخيط. فانتي لو عايزاها اطول من 30 سنتي هتزودي عن الطول بتاع الخيط. تمام، هكرر، 1 2 3 4 5 6 7. وياخد ال4 خيوط بتوعي واشتغل 4 عقد مربعين، كل عقدة من اتجاه مختلف، 1 2 3 4.
انا هخلص الوحدة دي واشتغل كمان وحدتين وارجع لكم عشان نشوف هنقفل بقى الشنطة مع بعض ازاي. الشنطة كلها تكرار للوحدة، الوحدة كل ما بنشتغل وحدة هي الشنطة شكلها بيظهر معاكي. تمام، هخلص وارجع لكم عشان نشوف التقفيل والشكل النهائي. انا خلصت كده، وصلت للطول اللي انا عايزاه. مجموع الوحدات اللي عندي اللي انا اشتغلتها هم 4 وحدات. تمام، الخطوة اللي بعد كده بقى هشتغل عقدة مربعة. هاخد كده من كل وحدة عندي، هاخد كده اول خيطين من هنا مع اول خيطين من الوحدة اللي بعديها، يعني من كل عقدة مربعة هاخد منها خيطين وهشتغل بيهم عقدة مربعة بالشكل ده. هسيب كده زي صمتي بالظبط، تمام، او نص صمتي، واسحب عليها العقدة، اول عقدة كده. هاخد بقى الخيطين مع الخيطين اللي بعد كده، وبرضه هسيب زي صمتي كده من كل ناحية. تمام، واشتغل عقدة مربعة، واحدة من ناحية الشمال وواحدة من ناحية اليمين. تاني، 2. خلصت كده اول سطر، خلاص اشتغلت على الوش والظهر. هشتغل سطر كمان، هاخد كده برضو خيطين من كل عقدة وهشتغل بيهم عقدة برضو مربعة، واحدة شمال وواحدة يمين بنفس الاسلوب وبنفس المسافة اللي انا سايباها. تمام، والخطوة اللي جاية هي ان انا اقفل بقى الشنطة بتاعتي من تحت من القاعدة، وخلاص كده قبل ما نعمل يعني الايد بتاعت الشنطة. تمام، هفضل بقى مكملة لغاية ما اخلص برضو السطر ده. هاخد كده كل خيطين من كل عقدة واعمل عقدة مربعة، واحدة شمال وواحدة يمين. خلصت كده اشتغلت سطرين العقدة المربعة، وبعد كده هقلب الشنطة بتاعتي عشان نبدأ اقفلها من جوه. انا محتاجه اول حاجه ان انا اظبط الشنطه على بعضها عشان اخد كل جنب هو اللي انا هقفل من الناحيه بتاعته، يعني انا محتاجه كده الجنب هو اللي انا هقفل منه. تمام، عشان مش هينفع اقفل من اي مكان، لا بنظبط الشنطه بتاعتي بالشكل ده. واجي هنا، دي كده العقده بتاعت الجنب بتاعي، هي دي اللي انا هشتغل من عليها. تمام، هاخد كده العقده اللي انا حددتها اللي هي في جنب الشنطه عندي، هشتغل. انا كنت طبعا عاملة عقدة مربعة من ناحية الشمال وعقدة من ناحية اليمين، فهكرر اشتغل برضو عقدتين، 1 2. بعد كده الخيط اللي انا اشتغلت بيه العقدتين المربعة هسيب كده الخيطين دول ورا. هاجي هنا للعقدة اللي بعدها، هاخد كده الخيطين اللي احنا اشتغلنا عليهم العقدة نفسها وهسيبهم ورا، وهاخد كده الطرف ده، ونفس الكلام هكرره في العقدة اللي بعديها. هسيب الطرفين اللي هما في النص واخد الطرف اللي على الجنب هنا، وهشتغل بيهم برضو عقدتين، 1، واشدها كويس، 2. وهسيب الخيطين اللي اشتغلت بيهم ورا، ودول الخيطين اللي في النص، والخيط بتاع الطرف التاني هنا من العقدة. وهشتغل برضو على الخيطين اللي ثابتين معايا دول، اشتغل عقدتين، 1، وشدهم كويس، 2. طبعا الخيوط دي كلها انا هنضفها بالشمع، هنلزقها كده جوه في الشنطة برضو. تمام، خلصت هسيب برضو الخيطين بتوعي دول، وهروح على العقدة اللي عليها الدور، هاخد منها اول طرف، وهاخد برضو من العقدة اللي عليها الدور هنا اول طرف، واشتغل عقدتين، 1 2.
وهرجعهم لورا، وهرجع برضو الخيطين بتوع العقدة اللي احنا خدنا منها طرف، والناحية التانية نفس الكلام. وبعد كده هاخد الطرف التاني مع الطرف اللي عليه الدور، واشتغل برضو عقدتين مربعة كل عقدة من اتجاه مختلف. تمام، واشد الخيط بتاعي كويس. 1 2 واكرر لغاية ما اخلص كل العقد بتاعتي بالشكل ده. هتمشي معايا سطر زي كده. تمام، خلصت كده، وده الشكل بعد ما قفلت كل العقد بتاعتي. هاجي هنا بقى كده في اول خيطين عندي، همسك طبعا خيطين خيطين، هقص كده اول جزء على قد ما انا ما هلزق. تمام، اهو كده قصيت اول جزء. مسدس الشمع بقى، بس نكون مسخنينه كويس جدا ويكون حامي طبعا. هبدأ كده احط قطعة صغيرة قوي والزق طرف الخيط بتاعي. تمام، ولو لقيت قطعة زيادة هساويها عشان ما تبقاش باينالي من جوه وما كترش الشمع خالص. تمام، هكرر اللي انا عملته في قطعة الخيط دي، وهمسك كل الاطراف بتاعتي وهعمل فيها كده. تمام، حط هنا قطعة برضو كده صغيرة. هاجي على الخيطين اللي عليهم الدور، وبرضه هقص كل طرف. خلصت كده قفلت الشنطة من تحت، وده الشكل النهائي للقعدة. تمام، طول الشنطة بعد ما قفلتها بالجزء ده كله كده 35 أو 37 سنتي بالحلقات، من غير الجزء ده هي 30 سنتي الجزء ده. تمام، فالطول بتاعها مناسب جدا. الخطوة بقى اللي عليها الدور هي ان انا اشتغل الايد بتاعت الشنطة. انا هشتغل الايد بتاعت الشنطة على جنب. تمام، هنشوف طبعا الطول اللي انتي عايزاه للشنطة، كل حد هيشتغل الطول على حسب طوله هو. فانا هنا وصلت 6 خيوط، 2 4 6، لان انا هشتغلها ضفيرة، محتاجة لكل جناح في الضفيرة خيطين. انا قصيت خيط طوله متر، وانتي برضه هتقصي خيط على حسب طول الدراع اللي انتي عايزاه، سواء كان كروس او ايد الخيوط. قصيرة انا عندي براحتك. هنا الجزء اللي انا هشتغل بيه، وده الجزء اللي انا هربط عليه قطعة خيط زي ما ربطنا في الشنطة في البداية خالص، عشان أداري بيها الخيوط الزيادة بتاعتي. تمام، هجيب كده قطعة خيط وهاتني جزء منها زي ما عملنا في البداية خالص، هثبته هنا كده على الخيوط بتاعتي، وألف الخيط اللي هو الجزء الأطول كام لفة كده. لفيت كده كام لفة، هدخل بقى الخيط الزيادة بتاعي هنا كده في الدايرة دي.
الطرف التاني هسحب الخيط الزيادة لجوه. تمام، اتسحب معايا كده النص الدايرات دي، هروح قصة كده الزيادات بتاعتي، وهاجي هنا برضو في الخيوط كلها القصيرة دي هقصها. تمام، بالشكل ده كده. هضفر بقى ضفيرة عادية جدا، هاخد كده كل خيطين وابدأ ان انا اضفر الايد بتاعت الشنطة بتاعتي. ممكن اضفرها بخيطين يعني باتنين واتنين بس، يعني ضفيرة مكونة من جناحين كل جناح تلاتة. تمام، هفضل شغالة لغاية الطول اللي انا عايزاه للشنطة، واخلي الخيوط كده جنب بعضها عشان يبقى شكلها حلو، ما خليش الخيطين يعني فوق بعض كده، لا اخليهم مفرودين وجنب بعض. تمام، خلصت، وده شكل الايد بعد ما خلصتها. برضو الجنش الناحية التانية قفلته بنفس الطريقة، دخلت الخيوط بتاعتي الزيادة واشتغلت برضو عليه قطعة بنفس الطريقة كده. وهنا ركبت البطانة، وهنا المشد بتاع البطانة. تمام، ده الشكل النهائي للبطانة. البطانة عندي ليها خرمين، يعني ممكن يبقى فيه مشد من الناحية دي برضو، انا ركبت لها مشد بس واحد يبقى من الناحية دي، فانتي تقدري تقفلي المشد من هنا او من هنا براحتك. ده شكل الشنطة النهائي، بتمنى ان الشرح يكون عجبكم والفيديو كان سهل عليكم. بفكرك لو كنتي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. شكرا.